نعم، ما هو الركن الأول من أركان الإسلام؟ فأسلمنا مسارتك يمجمّر أو قطر عنده من؟ الركن الأول من أركان الإسلام الشهادتين. يمجمّر أو كسلمنا قطر عن بالله سبحانه وتعالى. لا لا الشهادتين فقط. الشهادتين. نعم. قلت على مسكر شو معنى قلت؟ ما معنى أشهد؟ يا مسكر النت معنى وترجمه من جنة. أشهد يعني أقر بقلبي. مسكر له مالت بلبي آمن له مالت. ناطقا بلساني. بأندرتي يتناقل. عاملا بجوارحي. بأكالي يسره. بأن لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. عندما أكال يلا أمرك وتنقبه كالله وتعالى عندما أكال بحق المقبه. كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة. كالله تملك يلا أكال كالا أمرك وتنقبه. أكفر بجميع ما عبد من دون الله. كالله تعالى تملك وشبه ملوك الجنة. أثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. لله سبحانه وتعالى أملك الرقاق الجد. لا إله إلا الله بناء سقف، هذا السقف هذا البناء يقوم على عمودين على ركنين. لا إله إلا الله يالو أرانو هولت ما هزن ترى اللو هولت نقروتش ما ياجي اللتو. الركن الأول يا مجمر أوركم تكفر بجميع ما عبد من دون الله. كالله تعلو تملك وجن نتكنو من نتكادرق. الركن الثاني هو لتنيا ودرجة تثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. عاملك وتن الله بتشان وبله للترق أقدم. ونشهد أن محمدا عليه الصلاة والسلام كزان قتله يا الله ملكتني يا محمد عليه الصلاة والسلام نتمذكر لكم هو عبد لا يعبد باريانته أيمنه ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام ملكتني يا نتشو لا ما يمتوت نكبلنا الناس تبابلاته نطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به نبيات بعززه الله لنتهزز لا نخلفاته ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به نبيات باور أنه لا نقربون ونتبل لنا الرقاقين واجتناب يعني نبتعد غاية البعد عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نبيات تكلكلته لا بمون للدرك وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع يعني لا نبتدع نتبع ولا نبتدع في دين الله عملك وثبا من نار جو نجر بمولو نبياتين بعزز مسارتنا ونجي ببدعة ولا الله لنكرر يلا مكركرنا